أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مجددا في برنامجكم الأسبوعي المستهلك الحكيم. هذا البرنامج الذي يهتم بكم وبشؤون المستهلك في ولاية الواد وخارجها. وأسعد اليوم باستضافة مجموعة من الضيوف الكرام ليشرفوني اليوم ليشاركوني مواضيع مهمة تهمكم. وأسعد باستضافة اليوم السيدة النائبة في المجلس الولائي لولاية الواد، السيدة عفاف بروبة، مرحبا بك. وهي رئيسة لجنة الصحة والنظافة والبيئة. معي كذلك اليوم السيد الدكتور العيد غمام حامد، وهو دكتور في الرياضيات بجامعة الشهيد حما الأخضر بولاية الواد، وهو كذلك ناشط ومثقف يهمه أمر المستهلك، مرحبا بك. معي كذلك اليوم السيد فوزي جابر، وهو رئيس المكتب الولائي للمنظمة الجزائرية للدفاع عن المستهلك، حمايتك، مرحبا بك. موضوعنا اليوم سيكون حول البيئة، موضوع بيئي بحت. سنتحدث في المحور الأول عن الاحتفال باليوم العالمي للبيئة، والذي يصادف 5 جوان من كل سنة. وكذلك سنتحدث عن واقع البيئة في ولاية الواد من نظافة المحيط ووعي المواطن بالحفاظ على هذه البيئة. نعرف جيدا أن الاحتفالات باليوم العالمي للبيئة بدأ منذ حوالي نصف قرن في العالم، يعني منذ حوالي 50 سنة، وبالضبط في سنة 1972 بدأ العالم يحيي هذه المناسبة، وهي مناسبة أول اجتماع عقد في ستوكهولم بالسويد يناقش مواضيع حساسة تهم البيئة. لأن قبل هذا التاريخ لم يكن الفرد أو الإنسان يهتم بشؤون البيئة في العالم، ومع تزايد مخاطر البيئة والتلوث الذي يلم بالكرة الأرضية بدأ الحديث عن نقاط كثيرة في هذا الموضوع، ونسمع مصطلحات أصبحت يعني نعيش مع هذه المصطلحات في كل وسائل الإعلام. مثلا نسمع عن الاقتصاد الدائري، الاقتصاد الأخضر، عن الاحتباس الحراري، عن الانبعاثات الغازية، نسمع كذلك عن التلوث المحيطات، نسمع عن تلوث الصحاري والمبيدات في الفلاحة. هذه المصطلحات أصبحنا نتعايش معها كل يوم، ونسمع عنها الأخبار التي تقلق، وممكن أن نستطيع أن نقول ندق ناقوس الخطر على هذا كوكب الأرض الذي يعيش في محنة من هذا التلوث، وخاصة مع تزايد التلوث بمادة البلاستيك الذي سنة بعد سنة نلاحظ غزو هذه المادة لكل المحيطات ولكل الأراضي. ونحن نعرف أن شعار هذه السنة من احتفالات بيوم البيئة العالمي هو ليس لدينا لا نملك إلا أرض واحدة يجب علينا الحفاظ عليها، يعني كل سكان الكرة الأرضية لازم يحافظوا على هذا الكوكب من هذا التلوث ومن هذا الأخطار التي تحدق به. لذلك اليوم سأبدأ الحوار مع السيدة النائبة في المجلس الولائي لولاية الواد، السيدة عفاف بروبة، وهي رئيسة لجنة الصحة والبيئة والنظافة. وهي من مهام هذه اللجنة أنها تهتم بكل شؤون البيئية في ولاية الواد. هذا الأسبوع قامت ولاية الواد بالاحتفال بإحياء هذه اليوم العالمي للبيئة. كيف كان أجواء هذا الاحتفال؟ إن كانت عندك يعني معلومات أو كنت حاضرة في هذا اليوم، تفضلي سيدتي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشكورة قناة التحرير وعلى رأسها الأستاذة فاتي على هذه الاستضافة، وخاصة في هذا اليوم واليوم المميز وهو الاحتفالات باليوم العالمي للبيئة من كل سنة، والذي كان كما قلت تحت شعار لا نملك سوى أرض واحدة. اليوم العالمي للبيئة في هذه السنة كان مميز، وذلك باحتضان عدة فعاليات المجتمع المدني، من ضمنها مديرية البيئة، من ضمنها الكشافة الإسلامية الجزائرية، من ضمنها عديد الجمعيات التي احتضنت اليوم العالمي للبيئة بالعديد من الفعاليات في المجتمع،
منها يعني اللي كان مختص خاصة 5 جوان اليوم العالمي للبيئة، يتزامن مع عيد الطفولة اللي راه من أول جوان حتى 16 جوان، وبالتالي كانت الاحتفالات كانت مندمجة بين الطفولة وما بين البيئة حتى نغرس هذه القيم، قيم الحفاظ على البيئة عند الطفولة. كانت فعاليات كثيرة، وربما الأستاذ جابر حضر عديد الفعاليات اللي احتضنتها عديد المجتمع المدني كالعادة. نعم، شكرا الأخت الفاضلة. أنتقل إلى السيد فوزي جابر وهو كذلك ليحدثنا عن أجواء الاحتفال بيوم البيئة المصادف لخمسة جوان هنا في ولاية الواد، يعني وأنت جمعية حماية المستهلك تهتم بشؤون البيئة. السلام عليكم، مساء الخير على المشاهدين الكرام، وشكرا على الاستضافة الكريمة وعطينا الفرصة نتكلم على البيئة، وخاصة من مهام جمعية حقوق حماية المستهلك وحقوق المستهلك الثمانية هو أن يعيش في بيئة سليمة ونظيفة. تزامن مع عيد الطفولة كما قالت الأخت النائبة واليوم العالمي للبيئة مصادف 5 جوان، كانت لنا عدة ملاحظات هامة جدا. وجدنا من الاحتفال ليس احتفال في انطلاق مبادرة أو تكريم أو لا، الاحتفال هو أن نحتفل بسنة نظيفة وجميلة، هذا هو الاحتفال في المنطق. لكن للأسف وجدت ولاية الواد وبالخاص بلدية الواد مزبلة متنقلة، مزبلة بكل الصفات، بكل الصفات. هنا الشق ألوم فيه المجلس البلدي وشق ألوم فيه المواطن، ذو شقين، يعني مسؤولية مشتركة. نعم مشتركة، لأن النظافة هذه هي مسؤولية الجميع بين المواطن وبين المسؤول. المسؤول مهامه هو أن يوفر العتاد والآلات لحمل النظافة، وعلى المستهلك النفايات، وعلى المستهلك والمواطن أن يعرف متى وأين يضع القمامة. هنا وجدنا لوم على المستهلك المواطن. حضرت في احتفاليه بمناسبه عيد الطفوله واليوم العالمي للبيئه في منتزه ما شاء الله منظم بين الحاويه والحاويه، لا تفوت مترين او 3 مترات. لكن للاسف الشديد، وهنا راح نوجهها للمواطن وحتى في المسؤول في حد ذاته، وخاصه المجالس المنتخبه ومديريه البيئه، ما نقولوش كاين تقسيم في المساحات الخضراء. في المساحات الخضراء، المساحات الخضراء هي بيئة، هي تهتم في البيئة. نلقوها تقصير من مسؤول في قضية سقيها واهتمام بها، ومسؤولية المواطن اللي يتنزه ويرمي الأوساخ فيها ما يحافظش عليها. هنا حابين نوصلوا رسالتنا، البيئة مسؤولية الجميع وعلى الجميع الحفاظ عليها. شكرا فوزي. عفوا. سؤالي الموالي هو للدكتور العيد غمام حامد حول تأثير البيئة على المواطن. نعرف جيدا أن البيئة هي كل ما يحيط بنا من ماء أو من خضار أو من تربة أو من هواء، يعني الفضاء وحيوانات كذلك. ما هو تأثير التلوث البيئي على الإنسان؟ نعرف أن نحن من نؤثر ومن نتأثر بهذه البيئة، يعني تأثير مباشر، نؤثر مباشرة ونتأثر مباشرة بها. بسم الله الرحمن الرحيم، سعيد أنا باستضافة التحرير واستضافتك الكريمة بمناسبة اليوم العالمي للبيئة 5 المصادف لـ5 جوان. أحيي كافة المشاهدين بهذا اليوم. وبالنسبة لإشكالية التأثر، أنا نرجعها ديما إلى الثقافة البيئية. علاش نبدأ نبوب هكا؟ لأن يقاس مدى تحضر الشعوب أو الأمم بمدى احترامها للنظام البيئي والمساهمة في توازنه، بحيث كلما اختل توازن النظام البيئي، مساهمة سواء من المواطن كما يقولوا بترك المهملات في هكذا خبط عشواء بشكل عشوائي، أو بعدم اهتمام المسؤول بمتابعة هذا الملف سواء في جهة الخضار أو في جهة الهواء أو في جهة الماء، وبالتالي نلاحظوا أن الآثار كثيرة. نبدأها بالثقافة البيئية، لو كان تكون كاين ثقافة بيئية تبدأ من المدرسة، لأن الوعي والتحسيس البيئي يبدأ به. هناك برنامج تربوي يربي الصغار على القدوة، على الحفاظ على البيئة بكل مقوماته، بل جعل النظام البيئي من بين أولويات الولاية والبلدية والمسؤول والمنتخب والدولة بشكل عام، بحيث أنهم
يديروه ضمن شروط ومعايير الإيزو. علاش داروا الإيجو؟ باش يديروا تنمية مستدامة. لازم أول حاجة ما تحافظش على البيئة، ماذا بهم تدخل في دفتر الشروط، لازم نحافظوا على البيئة. وبالتالي الاختلالات هذه اللي وقعت من طرف الإنسان هي عندها أثار، طبعا أثار قوية. من بين الأثار هي التلوث، التلوث البيئي سواء في الماء ولا في الهواء ولا في الخضار، معنا البيونال لأن كان الفونال معنا الأشياء الحيوية، وكان البيونال هي الأشياء البيولوجية اللي هي الخضار النبات الغطاء النباتي بشكل عام. وبالتالي من بين الأثار كان طبعا الإنسان يتأثر ويؤثر. من بين الأثار الأساسية في إطار التلوث هي التلوث، مثلا التلوث البيئي بشكل عام، التلوث البصري. إنسان كي يشوف المحيط نتاعه كان موسخ بالمهملات، بالنفايات الصلبة أو الأخرى، هنا نفسيا هناك أثار نفسية جانبية كبيرة. وبالتالي يحبط الإنسان، يقول راني نعيش في أرض ليس لنا إلا أرض واحدة باش نعيش فيها، لكن هذه الأرض ليست نظيفة، محيطنا ليست نظيف، مما يعكس أثارا سلبية على الإنسان وعلى نفسيته وعلى طموحه وعلى توجهه. في كان هذا القول دكتور، يعني حتى منذ يعني زمن العلماء يربطون علم الإيكولوجيا بالفيلوزوفي، فيلوزوفي صحيح ولا صحيح. إيكولوجي، هذا الربط بين هذا العلمين يعني ما يقدروش يعني يفرقوا بيناتهم. يعني الفلاسفة كانوا يتأملوا في الطبيعة، طبيعة نظيفة صحيح. حتى يستطيعون الابتكار والاكتشاف والنظريات في الفلسفة صح. يعني عندما تكون يعني الإيكولوجيا يعني والبيئة ملوثة، كيف يتأمل الإنسان ويفكر أو يكتب صحيح. أو صحيح. يبدع؟ بل بالعكس يحبط. هو الإنسان أصلا، علشان نتحدث عن التوازن البيئي، أصلا هناك الإيكو سيستم، البيئة متوازنة مع عند ربي نعم. الإنسان هو من يتدخل كممارس لإخلالها، معناها تدخل سلبيا، لا أقول تدخل، نتحدث عن التدخل السلبي. وبالتالي كل وين ندفقوا مهملات سواء كانت صلبة ولا نديروا كيميائيات مثلا في الغطاء النباتي، كل وين يحدث أمراض تنفسية، تحدث أمراض نفسية، تحدث ما يسمى بالاكتئاب. العلماء ما يقدروش يفكروا، الطلبة ما يقدروش يتأمنوا مليح في الطبيعة، ما يقدروش يديروا بحوث، المواطن كيف نفسيته تكون تعبانة. وبالتالي الآثار الجانبية ما هيش مرغوب فيها تكثر. هذا علاش حديثنا اليوم باش نحافظوا على البيئة، لازم نفكروا في كيفاش نوازنوا البيئة، كيفاش نعيشوا في ان ايكو سيستم، في تنوع بيولوجي، تنوع بيولوجي، بحيث يكون عندنا نعيش في ارض واحده نظيفه متزنه تتناغم مع النظام البيئي ايكو سيستم. وبالتالي ينبغي الحديث عن اثار التلوث، تلوث كثيرة ومتعددة، من بينها الكيميائيات في الفلاحة، الكيميائيات في المصانع. وهذا علاش ديما دفتر الشروط على المصنع لازم يحترم المعايير والشروط الدولية للإيزو باش يحافظ على صحة الإنسان، لأن أصلاً احنا حابين نشبع رغبات الإنسان أن يتعايش في بيئة نظيفة، في محيط نظيف متزن نفسياً، متزن إيكولوجياً كما تحدثتي، والتداخل بين علم النفس وعلم الاجتماع والإيكولوجيا وحتى الفلسفة. فلسفة هي أن الإنسان ما يقدرش يتأمل، ما يقدرش يتأمل ويبدع في التفكير، يعني ما يكونش جوه صافي بلا ما يكونش بلا ما يكون بيئة نظيفة، بيئة نظيفة ومحيط نظيف. نعم. كان أنواع كثيرة للتلوث، كان التلوث السمعي، واحد مثلا يدير لي سونار ضجيج ديما في الضجيج في الضجيج يكتئب. كان التلوث الصوري، تلوث الصورة معناها دائما يعيش في، لأن هنا كان حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ندخلوه شوي حتى الجانب الإيديولوجي أو الديني، لا تتشبهوا باليهود، فالأفنية تاع اليهود كلها متسخة يعني، بالصح المسلمين والعرب عموما لازم يكونوا نظاف. نعم. حتى لا نتشبه باليهود، لازم ننظفوا الأفنية تاعنا والرواق تاعنا والشارع تاعنا والمحلات تاعنا. كان أيضا التلوث البيئي، التلوث المائي، كان أمراض كثيرة متنقلة عن طريق المياه نتيجة الأمراض، الفيروسات، هذه أشياء كلها تضر بصحة الإنسان. وعدم رسكلة كذلك النفايات. طبعا نعم. عدم رسكلة النفايات وعدم تدويرها نعم. يؤدي إلى بيئة غير نظيفة وغير سليمة وغير صحيح. نعم، شكرا دكتور. سننتقل إلى نقطة مهمة كذلك، هي معاهدة العالمية للحفاظ على البيئة. يعني في هذا العام يعني يعول العالم
بأكمله على مفاوضات أطلقتها الأمم المتحدة في مارس الماضي بهدف التوصل لمعاهدة دولية لمكافحة التلوث يعني لغذاء البلاد كاملة، لكن والذي يشكل كارثة تهدد البيئة وتسهم في تدهور التنوع البيولوجي. لكن صياغة نص يعني معاهدة، يعني صياغة هذا النص جاتهم صعوبة كثيرا، لأن كثير من الدول المتطورة مساهمة في هذا التلوث، وهي من أول الدول المساهمة في التلوث والاحتباس الحراري يعني بكثرة الصناعات والتحويلات الكيميائية كذلك. ولكن صياغة هذا النص نظرا لعرقلة بعض الدول المتطورة لهذه المعاهدة، ممكن حتى لسنة 2024 باش يعني يكتمل هذا النص المعاهدة الدولية اللي يجب يمضي عليها كل مختلف الأطراف الدول المشاركة في هذا المعاهدة الدولية إلى غاية 2024، وإحنا نحن مر علينا سنين كثيرة وإحنا يعني لا علاقة بهذه المعاهدات، ولا يعني مع أن الدول النامية أو الدول الفقيرة ما زالت يعني لا تشارك بكميات كبيرة من الملوثات في العالم، وخاصة المواد الكيميائية وما جرى إلى ذلك. لكن نحن نرى بيئتنا متسخة أكثر من الدول الأوروبية اللي تساهم كثرة يعني في التلوث. نحن نرى يعني حوايج تافهة تلوثنا بيئتنا، يعني نلوث البيئة بحوايج تافهة، يعني غلافات مأكولات يرميها الأولاد، علب عصائر، أكياس الشيبس، يعني هذه الحوايج تافهة تلوث بيئتنا وتخلينا نعيش في كآبة وفي حزن، يعني وما تخليناش يعني في سعادة، مع أن الدول المتطورة المتسببة الأولى في التلوث الكرة الأرضية يعني وفي الغازات المنبعثة وفي الاحتباس الحراري تجد بلدانهم نظيفة. ما هو يعني هذا التناقض، يعني لما هذا التناقض يعني أستاذة؟ نعم نشوف هو الجزائر، احنا نحكوا مادامنا رانا في وطن الجزائر، أكبر الدول اللي عندها ترسانة قوانين خاصة بالبيئة هي في الجزائر. المشكل ليس في المواطن، المواطن يعني لم تطبق عليه هذه الترسانة من القوانين. نعطيك مثال، الجزائر يعني في 2006 طبقت واحد البرنامج اللي يسموه بروغدام، هذا 2006 نعم، هذا البرنامج متعلق بسير النفايات. البرنامج هذا كانت أكدت على النقطة الأولى هي إعداد المخططات التوجيهية لسير النفايات في البلدية، وكنشوفوا احنا في الواقع تاعنا في ولاية الواد ولا بلدية لديها مخطط لسير النفايات. هذا المخطط هذا على ماذا يعتمد؟ يعتمد على كمية النفايات التي ينتجها كل فرد، الموطن تاعها، يعني معناها إحصاء دقيق، الآلات التي ستستخدم، يعني كل شيء من بداية النفاية المنزلية إلى آخر نقطة، يعني من الفرز، من الرسكلة، من التثمين وغيرها. بالإضافة لذلك هو قضية التحسيس. نقطة أخرى كذلك هو إنجاز مراكز الردم التقني، وكان لاحظوا احنا في الواقع تاعنا في ولاية الواد بها مركز ردم تقني واحد. مركز ردم تقني واحد يعني تشبع، لا يستوعب كمل، يعني هذا المركز الردم التقني اللي راهو قاعد يحتضن سبع بلديات، اللي راهي بلدية الواد، مهونسة، واد العلندة، بياضة، قمار، كوينين، ورماس، سبع بلديات يعني اللي راهو تفتح من سنة 2014، يعني حدث له تشبع تقريبا من عام 2018. كنا ننتظر انه راح ينزاد درج اخر، لكن لم يضاف درج آخر. نقطة أخرى، هذا المركز اللي روه الأصل فيه جمع ونقل وفرز النفايات وتثمينها. ولاية الواد والحرق. ولاية الواد لا تحتوي على آلة خاصة بفرز النفايات. احنا ولاية الواد هنا الفرز هو عبارة عن فرز يدوي تلقائي، اللي راك اكيد راح تكون نسبة استرجاع النفايات تكون قليلة وقليلة جدا، ممكن حتى يتأثر العامل بالنفايات، يتأثر يعني امراض، وربما السرعة تاع كل مرة تجيك شاحنة وانت مازلت ما فرستش. بالإضافة لذلك ما كانش هونغار خاص
التوضيب والفرز. يعني فرز يدوي مباشرة، تأتي نفايات في الأدراج، يأتي العامل الخاص بالفرز ويقوم بفرز يدوي قديم جدا، وبالتالي راح ما تكونش النتيجة والفاعلية كبيرة جدا. النقطة الأخرى، هذا البرنامج هذا يعتمد كذلك على قضية التحسيس والتوعية، والتحسيس والتوعية هذه اللي راي أكثر جهة تختص بها وهي المجتمع المدني، مديرية البيئة هي اللي تختص بالتوعية والتحسيس وقضية تثمين النفايات. وهل تقوم مديرية البيئة بالدور هذا المنوط بها؟ الدور الثاني الأهم الذي الأصل فيه تقوم به مديرية البيئة هو تفعيل القوانين وآليات الردع اللي يروا المواطن. احنا لو كان مثلا كل واحد ما عندهمش آليات والأجهزة، ممكن ما عندهمش سيارات يقوموا براقبة، كاين يعني فيه ضعف، فيه ضعف. نعم، يعتري مديرية البيئة على مستوى سواء كان مديرية البيئة ولا كان مفتشيات جهوية. يعني لو كان هذه القوانين، ترسانة القوانين الموجودة في الجزائر لو تفاعل، لم تجد يعني ستجد بيئة نظيفة. هذه البيئة، المحافظة على البيئة فيها ثلاث شركاء، من المواطن البسيط والمسؤول المسير بالإضافة إلى المنتخب المحلي. ثلاث شركاء هذوما لو كان يساهموا، نعم، هي عبارة عن حلقة، تفقد فقط نقطة من هذه الحلقة، يعني راح تجد يعني البيئة غير نظيفة. الدول الغربية، باش فتونا بالقوانين، هذه القوانين يعني تطبق على أرض الواقع. القوانين ترسانة القانونية تواكب هي تطور في الصناعات وفي التحويلات الكيميائية وكل، يعني حتى يكون مصنع راه يلوث في البيئة، هناك قوانين يعني تكبح نعم هذا. نعم، قوانين تلوث، قوانين ردعية. كان نقطة أخرى مهمة جدا، الاختلاف بيننا وبينهم أن الأوروبيين بشكل عام مهيئين المواطن تاعهم، كاين ثقافة ووعي بيئي كبير كموروث بالنسبة لنا. صح، احنا القوانين ترتد، الطفل الصغير ينشأ على تربية بيئية في المدرسة. نعم. المشكلة ان ارتداد القوانين، احنا عندنا تشريع وعندنا منظومة قانونية ما شاء الله وعندنا ترسانة، لكن عندنا مشكل في التنفيذ والمتابعة والمراقبة. لان علاش نجبت التحضير؟ حتى رئيس البلدية المنتخب مش محضر، معناه مش متكون مليح نظرا للرزنامة الإدارية الكبيرة، حد ما يجي المنتخب يوقعوا في مشاكل أخرى، ينسى بعض القطاعات حقيقة، قطاعات يعني ممثلة في البلدية، لكن أولويات رسكة النفايات، متابعتها، مراقبتها، طلب الآلات اللي تقدر تتعاون، هذا الشيء، ثم تدخل المجتمع المدني. حتى المجتمع المدني نمو يدخل كمجموعة ضاغطة باش يضع النقاط على الحروف في إطار النفايات، خاصة لأن النفايات رايمة هكذا معناها عشوائية، خاصة في البلدية الداخلية. حدثنا عن البلدية الأم، لكن بلدية الداخل عون النظافة يهز ويطيشها في المكان المخصص لها، ما كانش أصلا متابعة، ما كانش رسكلة، ما كانش. وبالتالي لا المنتخب محضر، لا المجتمع المدني حاضر باش ينبه ويوعي ويحسس المسؤول ولا المنتخب. ثم الإشكالية أن القوانين تبقى حبيس الأدراج، حبيس الأدراج، لا مديرية البيئة تفرض. دكتور، نعرفوا احنا المجتمعات باش طورت وباش ترقات، المجتمع عنده تعاقدات اجتماعية، هذه التعاقدات الاجتماعية هي اللي نظمت هذا المجتمع، انه باش يعيش يعني انسان مواطن عنده عقد مع دولة تاعه ولا عنده دستور، هذا الدستور اللي ينظم كل حياتنا اليومية. لكن عقدنا ولا معاهداتنا ولا معاهداتنا يعني عقودنا مع الطبيعة ما كانش. صح، لا يوجد هناك عقود بين الإنسان والطبيعة، يعني الإنسان يحترم التزام الطبيعي والتزام الاجتماعي بين القانوني هو وبين الطبيعة. يعني الإنسان من نفسه لازم يعود يحترم هذه الطبيعة تلقائيا، يعني يتخيل أنه عنده عقد كونترا بينه وبين الطبيعة، لازم عنده حقوق وواجبات نحو هذه الطبيعة. يعني كيف يلتزم الإنسان كما يلتزم نحو مجتمعه بعقود ومواثيق، ومواثيق يعني يحترمها ومعاهدات، يزم يحترم حتى الطبيعة، لأن الطبيعة تحيط بنا حيوانات، كائنات حيوية، نباتات، حيوانات، وهذه الحيوانات يعني التأثير نتاعنا أثر عليها وأصبحت يعني في حالة الانقراض، هناك نباتات تنقرض، هناك حيوانات تنقرض، وهذا كل من تأثير الإنسان عليها باستنزاف الموارد، استنزاف حتى الحيوانات في الأكل، في
كل يعني استخدام عشوائي لكل هذه المصادر الحيوية. لذلك يعني نتمنى يعني المواطن أن يزيد وعيه هذا بدور مجتمع مدني كما جمعيات حماية المسالك وجمعيات بيئية كما الأخ فوزي جابر، دوركم في التحسيس للمواطن باحترام هذه البيئة، احترام ميثاقنا مع البيئة أو مع الطبيعة، حتى يعني ترد أن التأثير تاعها هي يكون إيجابي علينا، يعني كما تأثير نحن راهو إيجابي يكون إيجابي، لو أثرنا على الطبيعة سلبا راح يكون تأثيرها سلبي كذلك علينا. نطلب مخرج الصور يعطينا الصور. نعم في الموضوع، في الموضوع المحور الثاني سنتحدث عن واقع البيئة والنظافة في ولاية الواد. سيحضر لنا المخرج فتحي بعض الصور اللي نحاول نعلق عليهم، وهو صورة يعني كافية. صورة كافية في كل شيء. ما تحدثت عن أنت وسيد النائبة ودكتورنا يعني فيديو يلخص يعني البؤر السوداء، نقاط سوداء كما ذكرنا في هذا البلاط وفي السنة الفارطة، تحكينا على البيئة وعطينا حتى اقتراحات. نحن الحصة هذه رايحين نعطوا اقتراحات كمجتمع مدني وكمهتمين يعني بالبيئة. تسيير هذا تسيير سهل جدا النفايات، وحكيناها في الحصة في العام السابق على كيفية. للأسف الشديد نقولها والمتخبر ومعنا رايحين نقولها حتى وقال الدكتور الآن الفيديو راهو يمر يعني تاع النفايات. شوفوا الفيديو هذا مليح يلخص الصورة، يعني لا يوجد هناك فرز، لا الخبز مخلط مع البلاستيك، مخلط مع المواد الرطبة، مع المواد العضوية، وهذا مع المواد الحديدية. بالمناسبة في اليوم العالمي للبيئة الفيديو هذا، الفيديو هذا صورته في اليوم العالمي للبيئة. استنى يوم 5 جوان انت صورت هذا الفيديو وهو يعلق بنفسه على الحالة الكارثية التي نعيشها. هذا المشكل بين البلدية ومجلس البلدي، خاصا لا يبعد امتار خفيفه على 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 فرع بلدي في وسط المدينه، يعني مفرغه في وسط المدينه، في المفروض في 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 اكبر اجمل حي في الولايه. لا يوجد هناك، ممكن لا يوجد هناك جدول محترم من طرف السكان ولا السكان في البلديه. لا راح نكون صراحه، كل صراحه ونعطوا الحقيقه، عمال النظافه نعطوا الحقيقه، ونعطوا الحقيقه الحقيقه كما هي. هو مشترك بين المواطن وبين المجلس البلدي وليس عمال النظافه، لأنه في الخميس والجمعة لا يوجد عمال، ما يخدموش عمال الخميس والجمعة. من اللي يقوم بحمل العمال بالنفايات؟ تخدم اليوم من السبت إلى يوم الخميس، اليوم الأحد إلى الخميس، الجمعة والسبت ما يخدموش، العمال معطلين. في يوم الخميس والجمعة تكثر، لأن معظم يوم راحة تكثر النفايات. هنا خطأ مدير البيئة وحمل مدير البيئة رقم واحد، مجلس البلدي رقم اثنين، المواطن رقم ثلاثة. هنا كلوم المواطن، نعطيه لوم ونعطيه عذر. المواطن مدام الحاويات حاويتين صغيرتين معناها حاويه صغيره، هنا المواطن متكفيش. هنا طلبنا الاول لمديرية البيئه هو توفير حاويه كبيره. هذا المطلب الاول، لو ممكن كان حاويه كبيره يعني في العالم، يعني خرجت حتى حاويات تحت الارض. احنا شفناها العام اللي فات، يعني حتى تبعد لك حتى الرائحه الكريهه، تبعد الحشرات، بعد كل شيء الحيوانات. انا ذكرناها العام اللي فات في الحصه كلام مسلك حكينا، نعم تكلمنا على الموضوع هذا، لكن يجب الاعاده، يجب الاعاده نعيد ونعيد. النقطه الاولى، نقطه مواد البيئه، انه ما توفر حاويات كبيره جدا لتستوعب نفايات عدد السكان. نعم. النقطه الثانيه على المواطن، على المواطن حتى هو راه مخطئ كبير جدا، انها مكان يعيش فيه، انها انت كي مواطن تحط زبله حشكم كرمكم الله نفايات في مبثره، راح يخرج لك الموس، يخرج لك الحشرات، كيس مغلق، راح يجيك دارك، راح يجيك دارك يرجع عليك. هنا واش حبينا؟ حبينا اول حاجه نطلبوا من مديرية البيئه، لأن مسؤولة على توفير الحاويات، لا يجب عليها كذلك جرد هذه النقاط السوداء. يعطيك الصحة، يعني حتى يخرج كما في العاصمة داروا يعني أعوان يخرجوا بالدراجة النارية ويروحوا يكتشفوا يعني هذه النقاط اللي فيها التلوث اللي ممكن ما تغيب على شاحنة حمل النفايات، يعني بالدراجة يقدر يدخل يشوف الشوارع ضيقة. حتى تفعيل دور لجان الأحياء، لأن هي اللي راح تبلغ، احنا مش عندنا ثقافة تبليغ ناقص. يا أستاذ، درسناها في الحصة هذه كما قال الدكتور، هو المجتمع المدني وأنت عطيتوا لنا واحد الكرة، لكني يا سيدتي كريمة وأيها دكتورنا وأيها النائبة، الجمعيات الفعالة مغيبة تماما، نحكوها كل صراحة ومتحمل المسؤولية تاعي، مغيبة تماما. مثلا كمنظمة حماية المستهلك، وفي قانونها، في قانون الدولي، في القانون، هي حقوق المستهلك اللي نعيش في بيئة مهمة ماشيين تماما. أنا قلنا مع من فات، لماذا الإشراك لجان الأحياء؟
كيفاش فاكر لجنة الأحياء؟ ليمون كون جات تناصر بين المجلس بين المنتخبين وبين بين لجنة الأحياء وبين المواطن تكون رد فعل. مثلا نعطيك مثال بسيط، كون نروحوا البلدية بلدية الرباح وحي أولاد مياسة تشوف المجتمع المدني وش خدم، شوف ما شاء الله معناها حي ما شاء الله. لكن ليس هناك استمرارية في هذا العمل، وقتي يعني وقت الاحتفالات لا لا. وقت تلقاي حملات تنظيف، حملات تشجير، يعني حملة تشجير أين هي هذه حملة التشجير؟ احنا مش شفنا حتى شجرة باقية حية. يعني النخل اللي غرسوه مات، الشجر اللي غرسوه مات، صور فقط يعني. يعني ما كانش السقي يعني ريغولي يعني منظم، السقي هذيك الكوتا كوت ما يراقبوهمش، يعني تلقى النخلة غرسوها وخسروا عليها ومن بعد تلقاها ماتت خضرة. يعني مسحة خضراء، مسحة خضراء ماتت، الكازون يبس يعني ما يتابعوش، يعني من المسؤول عن هذا الخلل؟ نبقي لقيت نقطة جوهرية ونعود نرجع لها. لما تكون إرادة شعبية أو إرادة جماهيرية، لأن الضمير الجمعي اليوم في المجتمع تاعنا بتنتشره غايب. صح نحملوا الأطراف الثلاثة اللي هي المجتمع المدني والمنتخب والمديرية بلاك اللي راي معنية، لكن الإشكالية قالك ما كان لله دام واتصل وما كان لغيره انقطع وانفصل. عندما يكون الوعي من داخل القلب، معناها هناك ضمير يراقب ويتابع أن الشجرة هذيك لازم نحافظ عليها كفسيلة، معناها الماء نحطها لها في وقتها، كاين لجان أحياء يساهموا ويتطوعوا، كاين ممكن مبادرون في المجتمع، ولا في المجتمع كاين مبادرون. والمبادرة في الغالب الأحيان تغلب الوظيفة، أكيد الإنسان يكون مبادر ويمم بك الشيء ويقدر هذاك ويثمنه، هو اللي راح يتابع ويسقيك الشجيرة ويرعرعها ويتابعها إلى آخره. المشكلة تاعته كما قالت الأخت راهي في لجان الأحياء والمبادرون وفي المجتمع المدني الحقيقي. نورمالمون الناس كل تتعاون باش تشكل تنمية، ما يكونش موسمي. احنا واش لاحظنا اليوم يوم العالمي نديروا غرس التشجير من بعد ننسوه، لا البلدية تتابع ولا العامل هذاك اللي كلفوه يتابع ولا المواطن يبلغ هكذا. وبالتالي إذا كان حبينا نحافظوا على النظام البيئي أو الغطاء البيئي اللي في الولاية ولا في البلدية، ينبغي أن تكون ناس من النشاط الجمعوي هذا كما الكشافة، كما بعض الشباب المتطوعين في إطار لجنة الأحياء، هم اللي يشوفوا النوادي البيئية الموجودة في الجامعة وفي هناك نوادي بيئية طلبة جامعيين. نعم لماذا لم يخرجوش هما للمدينة، يعني هما يديروا المبادرة الأولى؟ يا أختي هناك على بالك زوج فاعلين في المجتمع اللي هما المتقاعدين، أن ساعات نشوفهم في الحدائق. لو كان كاين رعاية من طرف البلدية ومن طرف الفاعلين الرسميين وغير الرسميين، كاين الناس العشية قاعدين هذاكم يتابعوا الماء موجود، اطلبوا لهم غير الماء برك ينظفوا ويتبعوا الشجيرات. كاين كذلك شباب راهم قاعدين في الحدائق. في الحدائق انا متطوع يا استاذ، كمتطوع جيت جنب اللي تخصنا فيه. لكن يا سيدي الكريم، حتى الدعم للمتطوعين ما نقولوش الجمعيه، نقول المتطوعين بصفه عامه. صحيح. مثلا انا نعطيك عمل التطوعي، مثلا انا صاحب منظمه، صاحب عمل تطوعي، ما عنديش وسائل، ما عنديش دعم، ما كانش تناسق بين 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 المؤسسات وبين بين المنتخبين وبين المتطوعين، ما كانش. مثلا كنجيك انايا، كنجيك نصور معاك، ناخذ صوره فقط معك ونروح روحي، هذا مش هدف تاعنا. انا كنقول لهم والنهار الحصه اللي فاتت حدثنا على 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 لجان الاحياء وعلى الكشافه وعلى المتطوعين، للاسف الشديد نقول لهم نتحمل المسؤوليه تاعي، نشوفوا حشاكه، نشوفوا مسؤول معين نصوروا معاه، نقول بالله والسلام عليكم. يعني هل هناك تغيير؟ لكن ملاحظ يعني تغيير، هل هناك تغيير وانجاز؟ التغيير كما قلت، قلت لهم انا العام اللي فات وكنت دائما ندخل فيها الموضوع هذا، كي تطوع في الحي تاعك، انا طلب كل مواطن فقط ينظف لي الا الميطر على دارها فقط، مش طلب المستحيلات، مناسب المستحيل. لكن انك نجي في طريق الجامعه كرهونا فيها، سامحوني ونتحمل مسؤوليتي ونلقى اي حمله نلقاها حدا الجامعه، اي حمله نلقاها في المنطقه الفلانيه. الحملات الحقيقيه تكون في الاحياء بمشاركه كل الاحياء، كما قلت مسجد مثلا، امام المسجد مسؤول. لماذا بعد صلاه الجمعه ما يحسش الامام المسجد هكا المصلين نخرج بعد صلاة الجمعة ونضربوا ساحة فقط ننظفوا كحية تاعنا؟ حتى لا حتى درجة درجة نبدو نخدمه. تبقى الطرق الأساسية الرسمية، كاين مؤسسات نظافة، كاين مؤسسات، كاين عمال يخدموا بدلهم، هم اللي يخدموا الخدمة هذه. وين احنا لازمنا نعوا في نفسنا ولازم نفيقوا بنفسنا، والنظافة رايحة لصحتنا احنا. انا كننظف روحي مش ننظف لفلان. لا حتى رب الاسره يعلم ولاده، يعلمهم ما يرموش النفايات خارج المنزل. احنا كنا صغار كنا نديروا حملات تنظيف الاحياء، يعني كنا صغار نتفكر يعني شكون الحي اللي انظف من حي الاخر، يعني مسابقه تاع شكون الحي تاعو انظف من حي الاخر، يعني نعودوا نتنافسوا شكون الاحياء النظيفه المثاليه، يعني حتى الام في النظافه. حتى لو فكرت حديثك نبه، حتى الام لاحظت في بعض الامهات طفل مازال صغير يسكع بالحلوى، كنت لوحه بلاط تطب نيده، لا لوحه في سله، ربيه من الصغر
نعم ربيه من الصغر. انا نقول اللوم يعني ما نلوحوش على المواطن فقط. نعم ثلاثه لا لان لان لو كان تطبق القوانين الخاصه بصرامه. نعم نعم بصرامه كما كان يسولوا كان يتفكروا ولا كان يسمعوا فينا الكبار يقولوا له الشمبيط بكري يعني مثلا ترمي حاجه تلقى من يراقبك مثلا عندك الاسطبلات هذه العشوائيه عندها قوانينها تنوع البيولوجي يعني صيد يعني كل انواع الحيوانات هذه اللي راهي مصنفه مهدده بالانقراض. نعم المحميات مثلا احنا عندنا في ولايه الواد عندنا في المقيبره محميه يعني هذه الاماكن اللي كانت تطبق القوانين بصرامه ستجد المواطن ينصاغ امام هذه القوانين. نعم. بصح كي يلقى روح المواطن يعني كعارفه انسان مراهق شاب صغير يلقى روحه عايش بحريه يرمي وما كاينش حتى واحد معناها يوجهه راح تلقى فيه عشوائيه. بصح يعني انا نشوف باللي راهي القوانين اولا والعمل التطوعي هذا الموسمي يفيدنا ولكن ما هوش مع طول الوقت. راكي كما تحدثت عن حملات تشجير نديرو في 5 جوان حمله تشجير مثلا في عيد الشجره والله في عيد الشجره يعني ندير حملات تشجير ومن بعد تنسى تلك الشجره يعني وش مصيرها كالشجرة اللي ربما شريتها ب 250,000 200,000 يعني نشوف لازم أموال يعني ضايعة. نعم أموال ضايعة أموال الشعب البلدية مديرية الغابات مديرية البيئة الري يعني كل نعم المجتمع المدني كل شركاء. نعطيك فقط كنموذج أنا نسكن في حي النور عندنا مساحات خضراء فيه مساحة خضراء يعني فيها عمل تطوعي تلقاها دائما خضراء ومتجددة بعدها تلقي بعض المساحات الخضراء اللي راهي مجتمع المدني مغيب منسية. نعم يعني نشوف اللي راهو مجتمع المدني عنده دور باش يحافظ ويأكد على البيئة ليكون صديق لهذه البيئة حتى الامل في اولادنا في اطفالنا يعني في جيل المستقبل يعني نشوفوا احنا ممكن هذا الجيل يعني ما قامش بمسؤولياته ومهامه على اكمل وجه احنا نتاملوا خير في اجيال المستقبل لذلك نتمناو يعني من البرامج التربويه في المدارس انها تدخل هذا الحصص البيئيه في البرنامج الدراسي لان يعني نعرفوا في المدارس الاوروبيه انهم عندهم نشاط او عندهم ماده اسمها بلانيت ديكوفيرت يعني اكتشاف الكرة اكتشاف الأرض يعني اكتشاف العالم يدوهم يعني رحلات يديروا لهم احتكاك بينهم وبين حيوانات حديقة حيوانات بينهم وبين الغابة بينهم وبين الطبيعة يعني يعيشوا حتى مدة وهم في الطبيعة هذا اسمها بلانيت ديكوفيرت هو اكتشاف صغير يكتشف الطبيعة يعني يعرف كيفاش يحاكيها ويعرف كيفاش يمسك أوراق النباتات. أنت ذوك أي طفل يعني احنا كنا صغار نفرقوا بين وردة زهرة الياسمين والورد والأقحوان ولا شقائق النعمان نعرفوهم لكن الآن أي طفل يعرف زهرة الياسمين مشكل بيني الورد وزهرة الياسمين شكون طفل صغير يعرفها احنا كنا نصنعوا حتى عقود من الياسمين نخدموا يعني بالورد هكا عطر بالورد لكن الآن غائبة تماما أصبح هناك براج سد بين الطفل والطبيعة بين الطفل والطبيعة. أنا متأكد لما سامحيني نقطعك على كل حال أنا متأكد تمام التأكد أن لو كان يتغرس الثقافة البيئية كسلوك وكطبع يتطبع ويتدرج ويتطور مع الوقت في إطار النظام التربوي سيكون عندنا شأن آخر في المجتمع لأنه يبدأ معه من الصغر الثقافة البيئية وبالتالي هو يولي رجل المستقبل وراح يحافظ عليها كمنتخب وراح يحافظ عليها كأستاذ وراح يحافظ على البيئة والمحيط كمتدرب كمواطن صالح كمواطن صالح يحتاج فقط أن يوجه بمنظومة قانونية صحيحة دقيقة تحافظ على البيئة وتحافظ على صحته هو ويكون هو نفسيته مليحة ويقدر يخدم في إطار النشاط الجمعي ولا النشاط الإداري ولا البنية التحتية تكون سليمة متوازنة. احنا محتاجين انا صراحة ساعات نشوف صورة علاش قلت لك بيلي التلوث السمعي او التلوث البصري والتلوث الصوري انا كي نشوف شجرة مخربة في داخلي ننزعج. نعم. أغصان مكسرة ولا نشوف إنارة عمود تاع إنارة مكسرين الأولاد ننزعج نشوف الكرلاج ساعات وخطر الكرلاج مقلعينه نقول وين راهي المتابعة وين راهم المسؤولين وين راهم المجتمع المدني وين راهي لجنة الحي نلقى الشجرة مكسرة والكرلاج مكسر يعني صورة قاتمة تعطيك صورة على أن المجتمع فيه نوع من الإخلال فيه نوع من عدم التحضر
والمحيط اللي يدير بينا كله يتحسن المحيط. نعم. كله معناها ان الثقافه المحيطيه تاعنا والثقافه البيئيه تاعنا حتى المساحات الخضراء الاستاذ حتى المساحات الخضراء اللي راهي موجوده راه ماناش نحافظوا عليها. يعني الحدائق اللي راهي في المدينه هنا والمواطن محروم منها. يعني حتى الحدائق يعني لماذا المجتمع المدني او الجمعيات او نوادي البيئه ما تتخذش من هذه الحدائق يعني مقرات لها؟ يعني لماذا لا تكون مقرات هذه الجمعيات في وسط الحديقه هذه الجمعيه اللي راهي تحمي البيئه وتحافظ على البيئه وتتكلم بشعارات البيئه؟ لماذا هذه النوادي الخضراء ما تتخذش من هذه الحدائق يعني مقرات؟ وبالتالي نكمل النقطه الثانيه برك اسمحي لي. النقطه الثانيه هي في اطار الردع. عمره ولا الردع ولا القانون يردع المواطن. لازم يكون كاين الضمير الجمعي يتحرك في الاطار هذا، لان قادر نديروا ترسانه قانونيه وما ننجحوش، بالعكس يقع تصادم. نعم. لان اساس العلاج هو اجتماعي، اساس العلاج هو المواطن، تنشئة من الصغر. نعم. المواطن الصالح هو اللي يسعى باش يطبق برنامج الغطاء البيئي والحدائق ورعايه الحدائق والحفاظ على المحيط والحفاظ على البيئه، ويوازن البيئه بتدخلاتها سواء كان عنده مصنع او عندنا مصانع في القرى. لازم تحافظ على المعايير وعلى شروط حمايه صحه المواطن من الانبعاثات الغازيه، الغبار كما توعدنا بعض الوزناوة في بعض القرى كما وزين الزبد مثلا، هذا يصير غبار يدير مع مرض الحساسيه. من يتكلم عن هذا؟ رجال الحي ورجال ما يسمى رجال الاحياء او المجتمع المدني، ينسق مع البلديه ويديروا رابور بحيث تدخل الهيئات المختصه باش يحدوا من هذا، اما يكيفوه هذاك الغبار ولا هذاك الانبعاث الغازي والله يخرجوها اصلا من العمران ولا يصفوه. نعم. وبالتالي شكرا دكتور. في نقطة فقط حبيت نكملها، هو قضية كمال الابناء نتاعنا. لا من الضروري زرع قيم كان قيمة المحافظة على البيئة هذه، وانا يعني عندنا اطفالنا لازم نزرعوا فيها قيم هذه، ندينا يحفظنا ان نغرس ونحافظ. نعم. يعني شتو اخر حديث للرسول معناها اللي كان لو كان في يد احدكم فسيلة فليزرعها. معناها القيمة تاع النبات القيمة تاع التثمير. حتى البذور ما يعرفوهمش. نعم. يقولوا له ازرع هذيك البذرة يقول لك هذه كيفاش. هو شوفي هذه راهي ترجع حتى المناهج التربوية اللي عندنا الان. نعم. المناهج دوك تكمل على المناهج المناهج، لان كنشوفوا من قبل كنا نعرف واحد الاشياء كنا نزرعوا احنا في المدرسه كنا نعيشوا مثلا. نعم. كما نتحدث بالناس الواقعيين، يعني كانت عندنا مثلا الماعز في البيت كانت راح المواد العضويه هذيك النفايات العضويه هذيك يحدث لها كل تثمين. شوفي لو كان نقدروا قيمه النفايات مثلا بلديه الواد فقط يعني زادت الضعف من 2014 حتى 2021 زادت الضعف كميه النفايات. ماذا بيا المنتخب تحسين على الخبز؟ أنا موضوع الخبز أنا يهمني. نعم. رمي الخبز في فصل المهملات النفايات الصلبة ولا الأخرى ولا الحيوية ولا العضوية هو أمر خطير جدا متعلق بالدين، ما يتعارض مع الدين. نعم نعم. هو ما أنا نسميه يعني على خاطرك نذكر أنا قضية الخبز راهو عنده علاقة بالإنسان، بتواجد الإنسان، إنسان يحترم النعمة ما يبزعش الخبز أو ما يدفكش الخبز أو ما يرميش نقوله بصح العبارة. نعم. الخبز فصل النفايات الصلبة راهو حرام. يعني ما يتعارض مع الدين. نعم. وبالتالي لا من قيم الإنسانية ولا من القيم الحضرية ولا من القيم الدينية. وبالتالي يقول ربات البيوت باش يوروا لاولادهم، لان فيه نوع من الترف، فيه نوع من البذخ، فيه نوع من عدم المسؤولية. كي يشوف ولدي يرمي الخبز معناها ما راحش يحترم النعمة. صح. وبالتالي راح يوقع ما يسمى صح. سلوك سلبي منافي للحضارة. نعم. منافي للدين. أحفظي في النقطة هذه. نعم. في النقطة هذه على مرحوم أب النائب المجاهد حدثنا على المناهج التربوية. أول ما دخلنا في 82 دخلت نقرأ في مدرسة كان الأب الله يرحمه الله مجاهد الكبير خليفة بروبا كان هو يزرع في النوار. كنا احنا صغار مع سنة أول ابتدائي ما خليناش نقدموا الزهرة. بالعكس جينا هو ينحيها أرواح ولدي هاي الزهرة رحمه الله على حاجة. ونشكر كان جمعية تاخذ البيئة تاع سليم السوري طرف النزلة دارت مبادرة ما شاء الله من عجبتني وكنا حدثنا عليها قبل في البلاطو هذا تاع دارت حملة تاع كيس في 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 في, في, في السيارة. معنا كل سيارة مثل وحش تخس لحظنا المدة الأخيرة لاحظوا السيارة يخرج لاحظوا فيها يشرب كاستاي ولا قهوة يلوح في الكار وما عندوش بعرف من يجي كعبة بنان يقشرها يلوحها كريم والله حاجة يلوحها. إن هذه سلوك سلبية. نشكر الأخ سليم السوري لأنه قام بالحملة هذه وقام بعمل عملية غرس 1000 شجرة. احنا لازمنا المبادرات هذه وين؟ لان يكون تشجيع كاين متطوعين. الكشافة الإسلامية والإسلامية مدرسة
مدرسة التطوع ومدرسة المدرسة حقيقية. لو كان أولادنا ندوهم العمر التطوعي من صغرهم، ندخلوهم في كشافة أو في الجمعيات، الجمعيات ما يكونش النمط هذا. زائد ثاني حاجة نطلب من المنتخبين ورئيس البلدة إشراك المجتمع، إشراك لجان الأحياء. لجان الأحياء رئيس الحي رموش، رئيس الحي عنجل مركب دو السكنة والقوفة رمضان. نشوفوا للأسف الشديد لجان الأحياء يا إما تلقاها في سكن يا في قوفة رمضان. لجان الأحياء عندهم عمل آخر، عندهم عمل أكبر أكبر. لماذا ما يكونش دعم مباشر لجمعية الحي؟ يعطوه العتاد، يعطوه شاحنة أو السيارة دي فهم على أقل تقدير، يعطوه شوية 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 أدوات كان يقوموا بالحملة بالحملات، كانوا يسهل عملية النظافة. إن النظافة هذه كما قالت أخت مسؤولية الجميع. أنا نطلب في الطلب الأخير كممثل لحماية المستهلك توفير الحاويات في المناطق، توفير الحاويات، تنظيم أوقات يعني خروج النفايات يعني من المنزل وأوقات مش أخرى. وعلى المواطن أنا كان حتى مدير البيئة نقول له مش لوم كامل على البلدية أو البيئة، حتى المواطن كيجيب الحاوية يروح يسرقها يروح يبيعها في تأسفوا يعني لهذه السلوكيات. أنا نطلب من الدولة من المسؤولين مباشرة يروحوا يعاقبوا لمجمع البلاستيك يلقوا عنده حاجة أو قطعة. لما لا تضع كاميرات مراقبة يعني لا كن يقضوا قبل هذا المفارغ هذه كل الحاويات كن دون حراسة فقط مع المجمعين جمعين البلاستيك، مجمع البلاستيك كل دوع عليه حمراسة فقط يوم نعمل عن باتك نلقى شو حتى مغطت البلوعات راهي تتباع راهي كل يوم نلقاها مسروقة، كل يوم نلقاها مسروقة. بالمناسبة في هذه النقطة كاين نقطتين ومادام النائبة معايا نستغل الفرصة هذه. احنا تحدثنا عن النظافة نسينا ثلاث نقاط أساسية في ولاية الواد. البركة المائية راهي كارثة بيئية بمعنى الكلمة، نعم، خاصة مع ارتفاع درجة الحرارة. البركة البيئية خطر أولا حرارة يعني مهولة يعني أولا وش حد زاد اللي استغربت حتى النفايات اللي وقعوا فيها في البركة هذيك، حتى النفايات اللي وقعوا فيها نفايات المسابة خطر في لجانا في الصيف، خطر حتى عن أطفالنا في السباحة. لازم على مديرية البيئة وعلى المسؤولين المباشرين وخاصة النائبة أمامي يتكلموا على البيئة على البركة هذه يدوروا حل. لا لازم يدوروا حل لأن هذه البيئة طولت لازم حكايتها خلاص يعني أصبحت اسمها البركة المائية. البركة المائية يعني حكايتها يعني كل حصة احنا موضوعنا على البيئة نتحدث عليها على الحياة لمن تنادي يعني إلى متى تبقى هذا المكان يعني في وسط بلدية الواد في وسط بلدية الواد يعني الأطفال المياه المستعمله لا 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 صعود المياه لا 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 البركه المائيه تاع السوبليبيا بين الجامعه والسوبليبيا البركه الكبيره بركه مائيه. اسمحي لي خلينا نكمل نقطه ثانيه. النقطه هذه الاولى. النقطه الثانيه كنشوفوا في النزله كن شويه ضغط تلقى الناس كنت عامد بالبلوعات راح سيدي مستور حدث ورحج اصبحنا اصبح حتى اللي جاي من بلديات الشرقيه ما يقدرش يدخلها من قوه الماء البلعات خذها. حاجة ثالثة والأهم لاحظنا كل مقاول نوجهها ليك النائبة وتصحيحها في المجلس الولائي توصلها صوتنا هذا وين كل مقاول أو حتى 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 صاحب منزل مواطن يحفر روت جديد يحفر يدير قصبة ولا حاجة يخليها تلاقي مكسر. أنا تعبنا والله صدقوني أنا تعبنا يعني البيئة تعاني من كل النواحي. نعطي الدكتور الكلمة لأنه ثاني طلب الكلمة في هذا الموضوع. بالنسبة للنقطة الموالية بركة في إطار موضوع البيئة تحدث على قضية صرف المياه. أنا القنوات صرف المياه اللي هي الزيغو. الزيغو كاين زوز نقاط سوداء فيه اللي هو لو برودوي شيميك لأن المواطن يدفق الكثير من المكونات مواد التنظيف وغيرها وتتفاعل كيميائيا وممكن توقع فيها انفجارات ثم الريات الطبيعية الحيوان التنوع البيولوجي. نعم صراحة أنا باش نذكر نقطة الروائح لأن الواد ما زالت جديدة فيها الأمور تاع صرف المياه يعني راح تكسر في المستقبل وراح تكسر روائح كريهة وانبعاثات كبيرة إذا ممكن تفاجئ يعني راح نتحدث عن قضية متابعة الملف الصحي تاع قنوات صرف المياه ثم رازمو راهي البلاد تاعنا فيها نوع من التربة النظيفة كون جات كلها فيها برك ودي لاكين راح يكون الأمراض المتلقية عن طريق المياه الناموس وغيرها أشياء خطيرة جدا بحيث مديرية الصحة يمكن تحدثنا الإحصائيات على البعوض والناس كيفاش مضرورة سواء من حيث الليشمانيوز هذه الفيروسات اللي راهي ذباب أزمة ذباب في ولاية الواد وبالتالي هذه كارثة ذباب راجعة للمسؤولين عليها
اللي هي تاع صرف المياه هذيك ومديرية البيئة لنا ومديرية الري باش يتبعوا الملف هذا، لان المواطن راه ما يعيش مياه الصرف الصحي. نعم تؤثر على الحياة، تؤثر على البيئة والمياه في محيطنا. يعني في يا محيطنا دكتور، هو قضية الملف يعني الصرف الصحي وملف ثقيل في ولاية الواد، اللي صحيح. هو اكيد امام طاولة المجلس الشعبي الولاية وامام طاولة والي ولاية الواد يدرسوا فيه يعني. نعم لان ملف ثقيل ويحتاج اموال ضخمة جدا. راك تشوف في محطة صرف المياه الصحي اللي راهي موجوده على مستوى كوينين راهي فيها بعض من المشاكل، وراهي يعني الاداره راهي تجتهد لان الامر اصبح لا يطاق. نعم تقنيا الامر تقني، امر تقني. نعم امر تقني، الامر اصبح لا يطاق. قضيه هذيك البحيرات والله كما يعني هو كان راح يكون مشروع بحيرات يعني، وراح يديروا لها عمليه تصفيه ولكن هي عباره عن اموال يعني الواحد يتكلم بانه وصلنا الى نهايه الحصه فقط لانها ملك تختم هي خليها النقطه هذه ملك خواص يعني. ونشوف بلي راهي ولاية الواد ليست فقيرة انها تشرى تلك الاماكن. اتصل هذا المدير البيئة في حداته يا سيدتي الكريم، قلتي ملك خاص، كان نجاوبك انا بنقل طيب. اولا اذا كانت المصلحة العامة تفوق المصلحة الخاصة، تعويض. ثاني قانون يقول لك اذا كانت في مصلحة عامة تفوق الخاصة، خلاص ما فيها حتى نقاش. الوحدة النقطة الثانية، المنطقة هذه غير صالحة للبناء، منطقة هذيك في حد ذاتها غير صالحة للبناء. يعني عائمة بالمياه، منخفضة، تعتبر منطقة منخفضة وديما مهددة يعني بالعملية. شكرا أستاذة بالروبا، يعني وقت الحصة يداهمنا قريب يعني ننتهي وقت البرنامج. كلمة أخيرة للدكتور العيد يعني حول هذا موضوع البيئة، لأنه يحتاج حصص وحصص وسويعة من الزمن ما تكفيش باش نتناقشوا احنا في كل مشاكل البيئة التي تحيط بنا. تفضل آخر كلمة. والله حبيت نضيف نقطة برك في إطار ليلى كين، هو تكييف التضاريس على بالكم في إطار الجغرافيا البيئية، نتحدث عليها الموضوع هذا بإسهاب. تكييف الجغرافيا البيئية أنها تخلي الأمور على شكل طبيعي، لأن كون نكيفوها بالتصنيع كما داروا الطريق هذا قسموها وداروا كل لكن وحدها، راح تقع كارثة أخرى، لأن اللي هي الطبيعة هنا رانا نمشي ضد الطبيعة، وبالتالي حتى كون يصفوها ويخرجوا منها المياه الضحلة ويخرجوا هاك النباتات العشبية وغيرها، راح تحدث كارثة بيئية ثم. لأن حدينا، لأن هي كان تواصل. نعم. قسمناها لكن الزوج، وكان عندها علاقة بعمق الأرض، هي بحيرة يعني منطقة محمية يعني محمية هي منطقة البحيرات الموجودة في وجهة. وبالتالي لا نخدمه ضد الجغرافيا البيئية، نخدمه ضد الطبيعة أمر ما يصلحش. نعم. لازم نحاولوا نسايروا الطبيعة لكن ننظفه نتأقلموا معها، بحيث كان طيور مهاجرة راهي جاية. نعم. راح نخلوها ما تجيش، لأن كيفنا الجانب التصنيعي. إذا باش نختم برك في الحصة هذه، موضوع تاع البيئة والمحيط موضوع يهمنا الكل. ناري من غير الجامعة راني عضو مجتمع مدني أنا ثاني، ويهمني الأمر أن نساهموا في المجتمع تاعنا بحيث أن على الأقل نحسسوا ندعو إلى ثقافة بيئية، إلى غرس ثقافة في المدرسة من الصغر. والموضوع حاضر ومتعالجش اليوم، صح فيه بعض النقاط السوداء، والله احنا نحبوا نجلبوا انتباه المواطن والمنتخب. الواقع هذا اللي راهو يعي المرير اللي راهنا نعيشوا فيه، يعني باش ينتبه هو، ينبه اولاده وينبه اطفاله. صحيح. يعني الكوارث التي تحيط به وخاصه بالبيئه. وجت مناسبه اليوم العالمي للبيئه حتى نعيد الميزاجور تاعنا يعني في صحيح. ماذا لنا وماذا علينا وماذا ينتظرنا، كيف نساهم يعني كيف نساهم في توازن النظام البيئي بحيث نتدخل ايجابا ولا نتدخل سلبا، سواء كان المصنع، سواء كان صاحب مصنع ولا تاجر ولا ولا ولا, ولا صاحب فارماسي ولا صاحب مخبر تحليل الى اخره، لازم يمشي مع البروتوكول ويدير الاتفاقيه ويحترم القوانين ويحتمايه حمايه المستهلك وحمايه الطبيعه وحمايه صحه الانسان، لان الاستثمار في الانسان هو اهم شيء. قبل التنميه المستدامه وقبل التنميه بشكل عام. وشكرا. شكرا دكتور. تفضل فوزي، ماذا تقول كلمه اخيره يعني في الموضوع؟ استاذتي حدثنا من عام فات وحنا نتحدثوا على الموضوع هذا، سواء في يعني يتواصل احنا نتوقف وحتى ميدانيا اذكر ان فات الذكر حتى تحسيس وتحسيه حتى ميدانيا انا في اللي انا في الساحه وندور في كل مناطق والحمد لله ما صبح انت معروف يعني بنشاطك الميداني يعني نطلب فقط ما نلومش نلوم وما نروحش نلوم كامل المواطن وحده، معليش لو جزء منه نطلب من المسؤولين. راهي نعطيكم حاجه ايماننا، هذه المسؤوليه هي امانه وليست تكليف وليست تشريف.
عليكم بالميدان ثم ميدان ثم ميدان. ما ندروش احنا ايام ولا ايام وطنيه او عالميه في اخر صور او في اخر مكان ندخلوا ندخلوا في حقيقه الميدان او الميدان الاحتفال مهرجانات لا يعني. مهرجانات الاول والمهرجان الرسمي يعني حتى المهرجانات اللي نديروها ما تكونش مش حضاريه مش حضاريه لا لا, لا, لا يعني مهرجانات يعني تواكب العصر وليده العصر لا لا حبينا في مهرجانات تاع كرم هذاك ويكرم الاخر والاخر يكرم الاخر يعني فوتوا النقطه هذه نحوسوا على هذه بلادنا. انا حبيت نعطيهم نصيحه وجربتها في نفسي ان هذه بلادنا نخدموها احنا ما يخدموش غيرنا ما يخدموش يعني غيرنا يعطيك الصحه انا اللي درت واجبي نحو لا تجيع مش تكريم مش تجيم مد يد العون. نعم. كاين جمعيات تسهيل كاين جمعيات وكاين لجان وكاين عباد متطوع القيضه الحاجه هذه بصح مدوا اليد لها ما تخدموش وحدكم. شوفوها انا كل مسؤول او منتخب يشوف قرار نفسه لازم نخرجوا من طبقه الحدائق نخرجوا للمساحه الخضراء نشوفوا كيف كما عجبتني 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 انت واحد النقطه اللي عجبتني فيها وقلت لي لماذا لا تستغل المساحات الخضراء تعطى تعطى ما نقولوش جمعيات نوادي البيئة ما نقولوش جمعيات ما نقولوش جمعيات ربما طلب كثير حتى المستثمرين حتى الشباب لقوا ندخلوا شباب العاطل على العمل حتى ياخذنا نعطوه يدير فيها حاجه مثلا يعطي فيها كيوسك تاع شاي او تبغ او اي شيء ونعطوه شرط الايجار يكون يهتم بهك المسافه تاعك لازم ندفتر شروط يحترم دفتر الشروط لازم ندخلوا فيها احترام لقوانين بارك الله فيك. لان النظافه في ولايه الواد اصبحت نعم. كارثه اصبحت نقطه سوداء في ولايه الواد ويجب تحرك الجميع خصنا الحفاظ على البيئه في الاخوزي. شكرا للاخت عفاف ساختصر يعني انا نقول يعني تختمينا الموضوع هذا اليوم انا نقول حمايه البيئه مسؤوليه الجميع من المواطن من الرئيس الى الطفل الى الحضانه نعم الى الطفل الحضانه. انا نقول نحن في خدمتكم كمنتخب لكل انشغالاتكم لكل يعني شيء يخص واللي نقدروا نقدموه لان حتى المنتخب ماهوش في وضعيه حسنه يعني الامر صعب جدا هي مسؤوليه الجميع. بارك الله فيكم يسلمك شكرا ضيوفي الكرام وان شاء الله نتلاقاو بكم في حصص اخرى تهم المواطن وتهم المستهلك. نصل الى نهايه حصتنا اليوم اشكر الاخ فتحي وراء العارضه التقنيه واشكر كل المتابعين اللي كانوا يخلوا في تعليقات راح نتابعوا كل تعليقاتكم تحت الفيديو الحصه. تابعونا الحصص القادمه ان شاء الله ونتلاقاو معكم مع الجديد دائما في برنامج المستهلك الحكيم. تحياتي وتحيات كل ضيوفي الكرام مع السلامة.